ضل فكر فيك وقت تكون معي، كل شي بيصير مثل الحلم. وقت ما تكون جنبي بحلم بوجودك معي. ما بعرف كيف بدي كمل تدريب وانت مانك موجود. شيفا اسرع شوي. لك بسرعة قبل ما ننكمش بسرعة. يلا ليكو. أنسي براغي، عندي إلي خبرين، خبر حلو وخبر مو كتير حلو. الخبر الحلو هو إني رح أترككن، والخبر البشع هو بالرغم من إني رح أترككن لأنه فترة شغلي كضيف محاضر معكن انتهت وصار الوقت لحتى أروح، بس متأكد إنه رح نلتقي بالعالم الحقيقي. شغلنا بنفس المجال وبالتالي فينا نكمل كتير تحديات ومهام على أرض الواقع بس نجتمع مع بعضنا. لهيك بشوفك عن قريب. امشي. عم حضر حالي كتير منيح لأرض الواقع يلي بتكون التحديات فيها حقيقية. ما لازم أقولها بس ما بدي أشوفك مرة تانية، عأمل إنه بعمرنا ما عاد نلتقي من جديد سيد باترا. أبداً. مبروك لكم، بهنيكم من كل قلبي على نهاية تدريبكم الرائع. وبهالمناسبة في شكر خاص للمدام براغي باثاك على شغلها الحلو وأداء يلي ما فينا نقول غير إنه أقرب للمثالي. وبناء على أداء الرائع بعلن هلأ إنه براغي باثاك هي أحسن طالبة طلعت بدفعتها هي السنة. رجاء تفضلي.